مشاهدينا متابعينا في كل مكان، متابعي ومشاهدي قنوات بين سبورتس، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا وسهلا ومرحبا بكم هنا وعلى وقع آهات المونيمونتال وأصوات المؤازرة في لا بومبونيرا. هنا ساد لوسيل، درة ملاعب كأس العالم فيفا قطر 2022، يحتضن ثاني معارك دور ربع النهائي لأغلى بطولات العالم. هنا وحيث أحلام الأرجنتين تصطدم مرة أخرى بأمنيات الهولنديين في مواجهة تكررت كثيرا بين المنتخبين في بطولات كأس العالم. الأرجنتين المتسلحة بسحر صورتها بالنسبة لمنتخب الطواحين هنا في قطر في هذه النسخة، ما بين المدربين فان خال وفي الطرف الآخر المدرب ترجنونا إذا ما تأهلت الأرجنتين على حساب هولندا. مصلحة المنتخب الهولندي عن طريق فرانكي صفر وخطأ. حكم طبعا هو السيد ماتيو الهوز، الحكم الإسباني الذي يدير هذه المواجهة ل2006. كرة منقولة تصل لمصلحة المنتخبات بمختلف قاراتها، كرة عن طريق نيتناكي، الصورة أرجنتينية أخرى، كرة منقولة من حارس المرمى نوبير. هنا في دولة قطر نتحدث عن جماهير أرجنتينية في المباراة الماضية أمام المنتخب الأمريكي. يتقدم ليو، تمريرة ممتازة، أكونيا والعرضية خطيرة أرجنتينية ولكنها مرت على الجميع وتحولت إلى خارج الملعب وعادت إلى رمية التماس. كلما لمس الكرة كلما دقا لمصلحة المنتخب الأرجنتيني، تمريرة من الطرف الأيمن. طبعا ديباي أرقام مميزة كذلك، ولا كرة بتعود في اليمين تينية للألبس الأسد على طريق ديبول عرضية لك. وهذا زمن تغيرت فيه الكثير من الأمور. صلاة أرجنتينية، روميرو يرسل كرة طولية لكنها سهلة في أولى محاولات الهولنديين. كرة بتعود بعد ذلك بيرغ فاين إلى فرانكي، فرانكي ونقلة تمريرة لك تغطي أرجنتين، نقلة عن طريق تيمبر ينقل كرة بينية ممتازة، لكن هناك حارس المرمى إيميليانو مارتينيز من أمام بيرغ فاين. بلند اللي سجل واحد من الأهداف الثلاثة أمام أمريكا. كرة أخر 20 من زمن الشوط المباراة الأول من هذا اللقاء، الأهداف حتى الآن هنا أرجنتينية من ألفاريز، لكن في الأخير نجل فان دايك. كرة منقولة من الطرف الأيسر، عرضية ترسكم 24 على الصعيد بطولة والأرجنتين. كان هناك تقارب كبير في هذا خروج البرازيل. كرة منقولة هولندية ممتازة التصويبة لكن إلى خارج الملعب. خطيرة كانت الكرة الأخيرة، فرصة هولندا، هولندا التي نجحت بالوصول من مكان قريب ومن مسافة قريبة في وسط الميدان. وصلت هذه الكرة أرجنتينية، التقدم في الوسط بينما هناك سطو طبعا خطأ في المرة الأولى، رفع القدم وبالتالي ركلة حرة خير مباشرة لي أرجنتينية. تمريرة عن طريق ديبول ممتازة النقلة، وصلت هذه الكرة من نيتناكي طولية لكن في الأخير الكرة السهلة، وقبلها كان خطأ موجود في اللقطة الماضية، خطأ كان موجود في اللقطة. أرجنتين من ماكاليستر منقولة، وصلت إلى ليو من منتخب هولندا وفيا لطريقته المستحرة. روميرو عودة باتجاه رودريغو، عادت إلى ليو يلحق بلاعب المنتخب الأرجنتيني لكن كرة مرنت في المباراة. سيد ماتيو لاهوس على قائمة عرضية تأتي، فرصة ما زالت قائمة تمهيد والتسديد، ولكن حارس المرمى نوبرت يتصد. ليو راح، ليو عند كرة ما زال، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، أنت تقدم الهدايا يا ليو، نعم أنت تقدم الهدايا يا ليو. أي تمريرة مررت وأي هدية أهديت وأي كرة أهديت فيها هدف للشعب الأرجنتين. ما زال هنا التصويبة تأتي ولكن حارس المرمى يا ليو، أوه يا ليو. لازلنا بعد كرة منقولة وصلت عالية، تغطية لم تنتهي بعد من هذا الشوط، كرة عالية خطيرة تأتي ولكن إيميليانو مارتينيز يتصل. إيميليانو مارتينيز تصدى في الكرة الماضية هذه العرضية
هذا الصعيد الاحصائي، كرة منقولة في وسط الملعب، وسط الملعب فرانكيس، كرة ساقطة طولية ممتازة وصلت سالة عند حارس المرمى. كرات الطولية ومن منا ليو باليسارية، ليو والتسديدة هنا تأتي، كاد أن يفعلها ليو مثل ما اعتاد في كثير من المرات. مصلحة الأرجنتين، ما زالت الكرة قائمة، وإنها العرضية هنا، ركلة جزاء، ركلة جزاء للأرجنتين بقرار باليسارية، ليو 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 ليو، اكتمال القمر يطغى بدر ليو، نعم في ليلة اكتمال القمر هنا يطغى بدر ليو، الأرجنتين تسجل ثاني الأهداف، الأرجنتين عن طريق ليو. الجانب الأيمن بعد ذلك عرضية داخل منطقة الجزاء، راسية تأتي، الله، هولندا تسجل، هولندا تقلص، هولندا تقلص مباشرة، جاكبو كوب مينيرس والتسديدة، يا الله على كرة، لا 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 لا، ما الذي يحدث، ما الذي يجري، هذا جنون، نعم هذا جنون، هذا الهدف الهولندي هو جنون، جنون بكل ما تحمله الكلمة من معاليا، خطيرة هنا تأتي والتصويبة من جديد، فرصة مس، وصلت في الطرف الأيمن، خطيرة تأتي، عرضية، جول، لا تأتي، خطيرة من أنسو والتصويبة، الله يا فرحة هنا، لوتارو لوتارو، أرجنتينية عودة للخلف، فرصة للأرجنتين والتصويبة تأتي، الله، محظوظة هولندا، محظوظة هولندا، ترجيحية الأولى لهولندا عن طريق فيرجيل فان دايك، منتخب الأرجنتين هنا، ليو ليو ليو، سعد بيرخاوس، بيرخاوس والتسديدة، نوبرت هنا، باريدس 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 على التنفيذ، كوب مينيرس والتسديدة وينجح الأرجنتين هنا، مونتيل مونتيل مونتيل، لدينا هنا فيغورس، فيغورس ينجح، أينزو أينزو أينزو، ضاعت لوك ديونغ، لوك ديونغ ينجح، لوتارو مارتينيز، لوتارو لوتارو، الله. كل واحد لازم يقوم بمهمته، كل واحد في الرحلة بمهمته حاجة، مش عيب ان انت تقوم وتعمل، لا خدم على كل واحد، يخدم على التاني، ده مش عيب، ليه؟ لاننا كلنا ايه، فريق واحد وايد واحد، حضر العشاء وحضر كل حاجة، مش معقول ان احنا نصطاد سمك من ده. على فكرة يا جماعة، السمك جوه في الفيديوهات، مفيش اصلا فيديوهات، يعني في ناس ما بتصورش، انا واحد من الناس ما بصورش، يعني ممكن لو صورت لك فيديو او اتنين وخلاص، انا جاي اتمتع مش جاي ان انا اصور فيديوهات. السنه اللي فاتت جيت برضه وما نزلتش اي حاجه رغم ان انا خدت سمك، السنه دي واخدين سمك بسم الله ما شاء الله، وجميع الانواع، قشر بياض وبلط وشال وراي، كل وفي قراميط وفي كل حاجه، كل حاجه تتخيل، وبلط احجام جواه، تمام؟ بس مش شرط ان انت تصور، اهم حاجه ان انت تطلع تتمتع، واحنا كل سنه بنطلع علشان نتمتع. مساء الخير وبإذن الله تبارك.